رسول الله رسول الله قال بي الحليم وأرق موجتي شوق الدفي شافتا للأمة قد كان هنا أن يلقاهم فأحبته من صدقه وما رأى أن يلقاهم فأحبته من صدقه وما رأى والصحابة يسألون ومن الإخوان الباقون ألسنا نحن المصطفى فكان الرد ما معنا أنتم أصحابي الأبرار وهم الإخوان الأخيار بيض غر كالأطيار وجه حلو ما أنداه وجه حلو ما يشربون ومن يدي ينهالون بعدها لا يظمأون فالشكر إليك يا الله بعدها لا يظمأون فالشكر إليك يا الله لحبيبي كم أنا مشتاق رسولي طال بي الفراق والشوق قد ملأ الآفاق وشوق القلب ما أقسى ودمع عيني يذرف والقلب حبا يرجف وأنا ببابك واقف أسألك يا ربي لقيا أسألك يا ربي لقيا يروينا وللجنات أمانينا لا تخذلنا يا ربا وللجنات أمانينا لا تخذلنا يا ربا صلى الله عليه وسلم.